التحدي من انطلاقات الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام وانطلاقة شوطنا هنا أيضا الذي انطلق بهذه التحديات الجميلة. شوطنا الثالث عشر في المجموعة والثالث في الانتاج الخاص بالقعدان. هنا أيضا المحليات الأصايل مرموق على الصدارة وعلى المركز الأول، حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي من يأتي على صدارة وعلى المركز الأول مع المنتجين. المركز الثاني شاهين محمد بن القرين بن علي العامري، وعلى المركز الثالث أرى بن غالب يتقدم هنا عالي غالب بن سلطان بن غالب المنصوري، والوصول من قبل من حاش هنا في هذا الانطلاق المميز. سعيد بن السيل بالدريوي لقتبي القادم في هذه اللحظات على المركز الرابع وفي المركز الخامس. المركز الخامس مشاكس عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي من ياتينا بمشاكس بهذا الانطلاق المميز الجميل. هناك ارى شعار برويس ايضا من الجانب الاخر اذا صح الكلام بهذه الانطلاقه. الصايد خليفة بن محمد بن سالم برويس لقتبي من يأتينا هنا بهذا الانطلاق المميز. سادسا المركز السابع، المركز السابع شاهين حميد بن علي بن حمد بن الخيار الشامسي من ينطلق على المركز هنا السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن مسعف على المركز الثامن راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي لقتبي من ينطلق مع مسعف على المركز الثامن. وفي المركز التاسع الصياد حمدان بن حميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي، وعلى المركز العاشر هنا الدباوي حمد بن محمد بن قناص العامري من يأتينا عاشرا. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط هو مرموق المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط مرموق المنطلق حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي من يسيطر على زمام الأمور مع مرموق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط المركز الثاني هنا عالي غالب بن سلطان بن غالب المنصوري. المركز الثالث مسع هنا يأتينا منحاش منحاش لسعيد بن سيل بالدليوي لقتبي المنطلق ثالثا. وفي المركز الرابع شاهين محمد بن القرين بن علي العامري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الدباوي حمد بن محمد بن قناص العامري، وياتي مسعف لراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي لقتبي على المركز السادس. المركز السابع الصياد لحمدان بن حميد بن سلطان بالكديدة المنطلق هنا على المركز السابع. وفي المركز الثامن شاهين سيف بن راشد بن سويدان بن حضيرم لقتبي المنطلق بالتحدي والإثارة. هناك المركز التاسع قادم هنا شاهين حميد بن علي بن حمد بن الأخيار الشامسي. وفي المركز العاشر رعد المبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. وأرى الأسماء أيضا قادمة هنا بالتحدي والإثارة، ولكن مرموق مرموق على الصدارة مرموق على المقدمة على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. السلالة الشاهينية الغنية عن تعريف سلالة مرموق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. حسن بن عبد الله بن غليطة لغفلي المركز الثاني، وصل بن قناص مع الدباوي حمد بن محمد بن قناص العامري من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث عالي غالب بن سلطان بن غالب المنصوري وشاهين محمد بن القرين بن علي العامري على المركز الرابع. وفي المركز الخامس
خمس شاهين، حميد بن علي بن حمد بن الخيار الشامسي المنطلق بهذا التحدي المميز الجميل. هناك ياتينا شاهين سيب بن راهد بن سويدان بن حضيرم لقتبي ايضا المنطلق بالتحدي والإثارة، وياتي مسعف لراهد بن سعيد بن سيد الدريوي لقتبي ايضا بهذا الانطلاق. الوصول من قبل رعد بارك بن ناصر بن يوحان الشامسي، ودخلنا في الكيلو متر الاخير، دخلنا في كيلو التحدي، كيلو الصراع وكيلو البقاء، والبقاء دائما وابدا للاقوياء. نعود الى مرموق على الصدارة، مرموق على المقدمة على المركز الاول، يسيطر على زمام الامور، ولكن ارى التسلل من الجانب الثاني، التسلل من الدباوي. هنا من غير لحمد بن محمد بن قناصة العامري، من غير في هذه اللحظات بهذا الانطلاق، مرموق في المركز الثاني حسن بن عبد الله بن غريط الغفلي، شاهين قادم هنا، شاهين لمحمد بن القريم بن علي العامري على المركز الثالث. ثلاثية، ثلاثية جميلة، ثلاثية التحدي، ثلاثية الانطلاق، الدباوي، الدباوي ومرموق، وهناك شاهين، السلوم يسلوم يسلام، التحدي التحدي، ولكن أرى هنا مرموق يتسلل، يعود مرموق لانتزاع الصدارة، لانتزاع المقدمة، لانتزاع الفوز والناموس. هنا بهذا الانطلاق هنا مرموق، السلالة شاهينية، مرموق مرموق مرموق، الحسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي من ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل الجميل. سلام لليرف واللي ساكنين، سلوم سلام سلام لأهالي عجمان على هذا الأداء المميز الجميل، سلام لليرف سلام. ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني، هنا شاهين محمد بن قريم بن علي العامري، المركز الثالث الدباوي من وصل لحمد محمد بن قناص العامري، وفي المركز الرابع لراهد بن سعيد بن سهيل بالدريوي، المركز الخامس المختبر محمد بن غريب بن راشد الكتبي من أتانا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة. نعود مع سلالة مرموق هنا وتصدره على الصدارة مع المنتجين هنا بهذا الانطلاق المميز. 7:46، 4 من الأجزاء من الثانية توقيت مرموق. الحسن بن عبد الله بن غليط الغفلي، سلام لأهالي عجمان وخاصة أهل اليرف. المركز الثاني هنا أيضا 7:46، 8 من الأجزاء من الثانية، شاهين محمد بن قريم بن علي العامري. وعلى المركز الثالث من أتانا مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق، هنا الدباوي من وصل في هذا الانطلاق المميز الجميل، هنا أيضا لحمد بن محمد بن قناص العامري 7:47، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس. الانطلاقات تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا شوطنا الرابع عشر، شوط الرابع لي ايضا الانتاج الشخصي والمنتجين هنا على ارضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات.